مشروب يسبب الأرق. بيبسي. شيء تستخدمه لحك ظهرك. فرشة. شخصية كرتونية مأخوذة من حشرة. نحلة. من أدوات عمل الكليشة. طحين. مع عيد. دهن. معهد تدريس الفنون. معهد فنون جميلة. خطأ وانتهى الوقت. وأيضا يعني الخطأ شنو الخطأ أنه سبق وأن قاله. خلينا نشوف أجوبتك جابت لك. يلا. خلينا نشوف الدرجات اللي حصلتها يا أستاذ زياد. السؤال الأول اللي هو كان مشروب يسبب الأرق الكحول، قال سعد جاب 10 نقاط لأنه أكو هناك مشروبات أقوى كحول، بين أكو ناس ينيمهم. أنت قلت مشروب غازي، والمشروب الغازي 5 نقاط. عليك. أكو القهوة، أكو أشياء أخرى لربما هذه اللي تسبب الأرق، يعني القهوة، الشاي، الشوكولاتة، العصائر الحمضية، هذه كلها تسبب الأرق، أما الكحول والمشروب الغازي لا. السؤال الثاني كان شيء تستخدمه لحك ظهرك، قلت قال المحكاكة ساعة 30 نقطة، أنت قلت الفرشة، والفرشة أيضا ضعيفة 10. طبعا أقدر أستخدم إيدي إذا أقدر أوصل إلها، ممكن أحكها، أقدر أحكها بالحائط، أقدر أحكها بالكنتور، أقدر أحكها بالباب مثلا، والمحكاكة هي أقوى شيء تقريبا. والسؤال الثالث كان شخصية كرتونية مأخوذة من حشرة، قال توم وجيري، توم وجيري حيوانات، أخذ 0. أنت قلت النحلة، والنحلة 0 أيضا مع الأسف. السؤال الرابع طبعا النحلة، يعني توم وجيري خطأ، قلنا الشخصية الكرتونية نحول اسمه، مو اسمه نحلة، صح. لذلك هو هذا الخطأ هنا جي 0. السؤال الرابع من أدوات عمل الكليشة، الطحين، قال 0 أخر. انت كررت قلت الطحين، قلت لك غير، قلت الدهن، والدهن ايضا خطا. ليش؟ من ادوات عمل الكليشة استاذ زياد. الادوات طحين او الدهن، يعني مكون، هاي المكونات شيبك يعني، ايوه الشيبك والقالب والشفره، اكو شفره يستخدموها، هذه الادوات. السؤال الخامس معهد الفنون الجميله اللي كان رد على السؤال 5 معهد لتدريس الفنون، أخذ 30 نقطة على هذا الجواب. وأنت أيضا قلت معهد الجميع، قلت لك غير، ما لحقت، أعتقد إجا 0. 85 نقطة بقيت عليه.